هاي جيرلز، عاملين ايه؟ اي هوب everyone is safe and healthy، واخدين بالكم من نفسكم كويس. فيديو النهارده مختلف تقريبا، اول مره اعمل فيديو شبه كده من اول ما عملت الشانل. النهارده هتكلم على التوب 5 برودكتس اللي انا جبتهم في 2020، ده اللي هنعمله النهارده. If you're interested please keep on watching، ولو اول مره تشوفوني انا اسمي هبه، انا بحط ميك اب على الفيديوز وبنزلهم على اليوتيوب. لو انتم مهتمين بحاجه زي كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بل عشان نجيلكم نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ومن غير رغي كتير يلا نبتدي. فاول برودكت معايا النهارده وده من التوب 5، انا مش مقسماهم اللي هو نمره 5 مثلا هو الاحسن او نمره 1 هو الاحسن، لا مش فارق معايا، كلهم حلوين واحسن من بعض. فاول برودكت في التوب 5 بتوعي السنه دي الفاونديشن دي من فانتي بيوتي. دي الفانتي بيوتي هايدريتنج فاونديشن. عايز اتكلم بقى على كذا حاجه. الفاونديشن نفسها هي عباره عن هايدريتنج فاونديشن او دوي فاونديشن، ما هياش مات، دوي عكس مات، او هايدريتنج تبقى عكس مات. فبالنسبه لواحده زي عندها يعني اويلي او كومبينيشن سكين، دايما بجات اويلي في التي زون، دايما بينصحوا الناس انك لا ابعدي عن الدوي فاونديشنز علشان انت اويلي اصلا، فالحاجات دي مش هتثبت على your skin. بس الفاونديشن دي بتثبت حتى لو ثبتها باودر او ما ثبتهاش، بتثبت وبتفضل long lasting طول اليوم. او بتبقى شايني مثلا بالذات في الحتة اللي انا بجات اويلي فيها، بس ما بتتحركش من مكانها، ما بتتمسحش من على مناخيري مثلا او الحتة اللي هي مزيتة، بتفضل ثابته في مكانها. طبعا لو بقت شايني شويه يا دوبك في نص اليوم ممكن تحطي تعملي تاتش اب بشويه باودر او بكومباكت باودر من عندك، تبقى معاكي في الشنطه مثلا لو انت عارفه ان انت بتبقي مزيته في نص اليوم، بيبقى معاكي كومباكت باودر بسبونج او بالباف كده وتحطي باودر على الحتت اللي هي الشايني بس. لكن ميزتها ان هي ما بتتحركش من مكانها ولا بتتمسح ولا بتطلع في الهدوم ولا اي حاجه، ممكن تطلع في الهدوم بس قصدي ان هي مبينش، ما بتتمسحش بقى من على الوش. وبتدي طبعا الفاونديشن لما بتبقى فيها لمعه شويه بتبقى يعني سكين لايك اكتر، او شكلها شكل الجلد الطبيعي اكتر، لان محدش جلده مات خالص، يعني اللي هو زي الماسك كده زي الفاونديشنز المات. عشان كده انا ما بحبش الفاونديشنز المات قوي، يا اما هايدريتنج فاونديشن زي دي او ناتشرال فينيش فاونديشن، بحيث ان هي يبقى فيها لمعه ويبقى شكلها طبيعي اكتر من المات فاونديشنز. بالنسبه للشيد بتاعها انا معايا الشيد 240 او 240. الشيد يعني لو هم قاصدين يعملوا شيد عشان هبه ما كانش هيطلع بيرفكت بالمنظر ده. بالنسبه لسعرها، هي سعرها بالدولار 35 دولار، فلو انت هتجيبيها من بره مع حد يعني مش هيدفع عليها جمارك او كده، فتعتبر من الرينج الارخص شويه في الاسعار في سيفورا. طبعا مش بتكلم على الدراج ستور ميك اب زي ميبلين وكده، لان بنتكلم في رينج اسعار تاني. الرينج في سيفورا اعلى من كده شويه، بس 35 دولار بالنسبه للفاونديشن هاي اند يعتبر في الناحيه الافوردبل شويه، لان في فاونديشنز تانيه في سيفورا 40 50 60 وساعات فوق ال 100 دولار كمان. ف 35 دولار بالنسبه للفاونديشن زي دي حلو جدا جدا جدا. انا اشتريتها من بيج على الانستغرام اسمها تي فور ميك اب، وكل البيجز اللي انا جبت منهم البرودكتس بتاعت النهارده هحط لكم اللينكس بتوعها في الديسكربشن بوكس، اذا كانوا على انستغرام او فيسبوك هحط لكم اللينك بتوعهم، لان دول انا مجرباهم بيجيبوا حاجات اوريجينال فعلا، ويعتبر اسعارهم نوعا ما ريزونبل بالنسبه لبيجز تانيه كتير. فجبتها من تي فور ميك اب تقريبا كانت ب 1100، انا مش متاكده، هدور في المسجز عندي واحط السعر بتاعها على السكرين، بس انا شبه متاكده انها كانت ب 1100 او حاجه شبه، او 1200 حاجه شبه كده. طبعا بالنسبه يعني لو حولنا ال 35 دولار لسعرها بالجنيه اللي هو ضربنا في 16 او 15 ونص او كده، طبعا ال 1100 هتبقى اغلى بكتير، بس البيجز دي بيدفعوا جمارك ومصاريف شحن وحاجات كده، وطبعا بيحطوا لنفسهم نسبة مكسب. فانتي دوري على البيج اللي نسب الجمارك او نسبة المكسب والكلام ده اقل من بعض، لان في ناس بيحطوا المارك اب ده عالي قوي بالنسبة لناس تانية. فانا شايفة ان 1100 كانت حلوة قوي بالنسبة للفونديشن دي، وفعلا من احلى الفونديشنز اللي استخدمتها من ساعة ما بدأت احط ميك اب عامة.
وتاني برودكت في التوب 5 برودكتس بتوعي الاور جلاس باليت دي اسمها امبيانت لايتنج اديت جوست باليت. هي عباره عن باليت كده فيها برونزر واتنين بلاش وهايلايتر، تقريبا ده الهايلايتر واتنين فينيشنج باودر، او يمكن ده الهايلايتر انا مش متاكده. دي باليت طبعا زي ما انتم شايفين فيها تقريبا كل حاجه ممكن تستعملوها على وشكم. الباليت دي فيها عيب وحيد ان هي اغلب الحاجات اللي فيها ما تنفعش لناس عندها سكن تون غامق او حد اغمق مني. انا عندي ميديوم سكن تون with warm undertones، فاي حد عنده سكن اغمق من السكن بتاعي ممكن الباليت دي ما تمشيش معاه. يعني يا دوبك البرونزر باين على ماي سكن، البلاش اللي في النص حلو باين، ده يا دوبك يعني هنت كده اوف بلاش. طبعا الشيدز اللي فوق هم باودرز وهايلايت فهيبانوا، بس مش متأكدة انها تنفع لناس عندها سكن تون اغمق مني. بس بالنسبة للباليت وعامة البرفورمانس بتاعها فهي يعني الفورميلا بتاعت الحاجة فعلا حلوة قوي. هحاول اعمل لكم سواتشز كده تشوفوا الالوان شكلها ايه. يعني ده البرونزر وده البلاش اللي في النص وده البلاش الاخراني. زي ما انتم شايفين البلاش الاخراني فعلا فاتح قوي، يعني مش حاسه ان هو ينفع مع حد سكين تون بتاعه غامق. البلاش اللي في النص ممكن، لكن البرونزر كمان فاتح قوي. بس زي ما انتم شايفين هي سوفت قوي، يعني ناعمه وبتبلند كويس قوي على السكن، وكمان الايفكت بتاعها كانك حاطه يعني عامله ميك اب اير برش زي ما بيقولوا، وفعلا ناعمه. انا حاطه دلوقتي الهايلايت ده هو الصف اللي فوق، الثلاث حاجات اللي فوق حاطه عامله لهم ميكس وعامله لهم هايلايت، ما اعرفش شايفينه ولا لا. بيدوا ايفكت حلو قوي كانه هيلثي جلو كده، يعني انتي صحتك كويسه وجلدك بيلمع، عشان كده مش حاطه هايلايت يعني فاقع او بيلمع جامد. بالنسبة لسعر الباليت دي سعرها على سيفورا $80، طبعا سعر غالي قوي. هي اور جلاس معروفة ان اسعارها غالية قوي بالنسبة لباقي حاجات في سيفورا. طبعا انا مش بتكلم على رينج اسعار مثلا توم فورد او لامير او الحاجات اللي هي غالية قوي في سيفورا، انا بتكلم في الرينج الوسط زي فانتي. اور جلاس تعتبر رينج اعلى شوية من فانتي بيوتي. $80 انا جبتها من نفس البيج بتاعت تي فور ميك اب، جبتها ب 1950. طبعا مش رخيصة خالص، بس لو فكرتوا فيها ما هيش غالية قوي، او هما تي فور ميك اب مش حاطين مارك اب عالي قوي عليها. بس لو فكرتوا يعني وانا بجيبها فكرت ان انا هشتري كاني بشتري 6 برودكتس بالسعر ده. فطبعا لو معكيش الفلوس دي ال 1950 او ال 2000 جنيه دول ما تجيبيهاش، تقدري بفلوس اقل تجيبي حاجات حلوه برضو. فلو معكيش الفلوس دي مش لازم تجيبيها خالص. بس بالنسبه لهي ان هي براند غاليه ومعروفه بانها حلوه قوي في سيفورا، انا بصراحه ما استخسرتش، بالذات ان انا كنت عايزه اجرب الفورميلا بتاعت اور كلاس. هي فعلا تستاهل السعر ده. زي ما بقول لكم فكرت ان انا كاني بجيب 6 برودكتس ميك اب مختلفين ب 1950 جنيه. قلت خلاص يعني انا ما بجيبش كل يوم ميك اب، وفعلا كانت تستاهل السعر ده بالنسبه لي. ثالث برودكت، وبجد انتوا مش متخيلين انا تعذبت قد ايه، علشان انا ما تعذبتش ما اتحركتش من مكاني، بس كنت هموت قد ايه واجيبها. هي الباليت دي بتاعت بيور كوزمتكس ورو بيوتي كريستي. لو انتوا ما شفتوش الفيرست امبريشن بتاعي عن الباليت دي هحط لكم اللينك هنا او هنا، وكمان هحط لكم في الديسكريبشن. رو بيوتي كريستي هي يوتيوبر امريكيه عملت كولابوريشن مع براند بيور كوزمتكس وطلعت الباليت دي. هي عباره عن دبل سايدد باليت، فيها ناحيه نيوترال كولرز زي دي وناحيه فيها الوان كولرفل زي دي. حجمها صغير قوي زي ما انتم شايفين، يعني انا بني ادم حجمي صغير اصلا، طولي 153، فتخيلوا ان الباليت يعني داخله جوه ايديا. فهي باليت حلوه قوي لو انت مثلا مسافره ومش عايزه تاخدي كميه ميك اب كبيره، هتاخدي باليت واحده فيها الالوان النيوترال اللي هي الافري داي لوكس او الافري داي ميك اب عامه، او لو عايزه تعملي ميك اب الوانه مجنونه وفاقعه برضو معاكي نفس الباليت معاكي الالوان دي. المشكله ان الباليت دي ما عادتش موجوده وما عادتش بتتباع خلاص، فانا اسفه ان انا
بوريها لكم وبعرضها عليكم، بس فعلا من احلى الحاجات اللي انا اشتريتها السنه دي، وفعلا من ساعه ما جبتها ما بستعملش غيرها، بالذات الناحيه اللي هي النيوترال سايد دي، فيها الالوان اللي هي تنفع كل يوم اقدر اعمل بيها لوك خفيف وانا نازله مثلا الصبح ومش عايزه احط ميك اب تقيل، دايما بلجأ للسايد النيوترال سايد ده. حتى اغمق لون فيها اللي هو البني ده ينفع يتحط في النهار عادي، ما هوش اغمق حاجه في الدنيا. الباليت هي ما فيهاش غير 2 شيمرز بس، الواحد اللي هو في النص هنا وواحد اللي هو في النص الناحيه الثانيه. مش احسن فورمولا بتاعت شيمرز جربتها قبل كده في الباليت اللي عندي، بس الماتس الفورمولا بتاعت الماتس فعلا من احلى الفورمولاز اللي في الاي شادوز اللي انا جربتها كلها، من احلى الفورمولاز، والبيجمنتيشن بتاعها كمان قوي، يعني البي اوف بتاع اللون، يعني زي ما اللون انت شايفاه في الباليت هو ده اللون اللي بيطلع على عينك او على جفنك. ولازم اتكلم على البيج اللي تعبوا معايا جدا عشان يجيبوا لي الباليت دي، لان الباليت دي ساعه لما طلعت اول مره خالص الويب سايت بتاع البراند وقع من كتر الناس اللي كانت عايزه تشتريها، وبعدين بقت اوت اوف ستوك وخلصت، وبعدين البراند قرروا ان هم هيعملوا حاجه اسمها بري سيل، بحيث ان انت كانك بتدفعي فلوس وبعدين تبقى تتشحن بعدين بعد شهرين، يعني ياخدوا الاوردرات كانك بتعملي باي اوردر، بياخدوا اوردرات يشوفوا كم حد طلبها يصنعوها وبعدين يشحنوها. فانا ما لحقتش اول مره، لحقت تاني مره لما طلبت من بيج اسمها جيد براند ستور، ودول اتعاملت معاهم قبل كده وهم بجد ناس محترمين قوي، ونسبه الربح او المارك اب بتاعهم مش عاليه خالص وريزونبل، وحتى لو كانوا اغلى سنه بس هم فعلا ناس محترمين وبيساعدوني جدا 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 في الموقف اللي زي دي، لما ابقى عايزه حاجه سبيشال او يعني مش موجوده على طول مش متوفره على طول، هما دايما بيساعدوني ويجيبوا لي اللي انا عايزاه. طلبت منهم ان هما يعملوا اوردر اللي هو البري سيل ده، وفضلت اتابع معاهم لمده شهرين او اكتر كمان لحد ما الباليت وصلت لي بالسلامه. ودايما بحب اشكرهم بجد على تعبهم. هحط لكم زي ما بقول لكم، هحط لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن بوكس، هحط لكم كمان اسمهم على الشاشه عشان تعرفوا انهي بيج اللي انا بتكلم عليها بالظبط. اخر 2 برودكتس هتكلم عليهم النهارده هما ليب برودكتس، ليبستيك وليب جلوسز. الليبستيك هو اللونج لاستنج ليبستيك من اوفرا، بجد يا جماعه اللي ما جربش اوفرا لونج لاستنج ليبستيك محتاجه تجربه، بالذات لو انت بتكرهي احساس الليبستيكس المات التقيله على الشفايف اللي بتنشف الشفايف، محتاجين تجربوا الاوفرا لونج لاستنج ليبستيك، علشان بجد اكتر مات ليبستيك مريح جربته في الوجود في العالم. مريح بطريقه مش طبيعيه. هقول لكم الريفرنس بتاعي، انا بكره الميبلين سوبر ستاي انك عشان تقيل على الشفايف، مات وبيثبت، بس انا بكره المات اللي بيثبت اللي انا معرفش امسحه بالليل لما اجي انام مثلا واجي امسح الميك اب مش راضي يطلع، يعني انا عايزه يثبت بس مش الدرجات دي، مش لدرجه ان انا كاني بحط حبر على شفايفي مش راضي يطلع، لا انا عايزاه مريح وثابت وفي نفس الوقت يطلع بسهوله. الاوفرا كده هقول لكم ان هو مش بيثبت قوي او مش لونج وير زي الميبلين، بيتمسح مع الاكل عادي، انا مش بيفرق معايا، لو انا مهتمه ان شفايفي يفضل عليها ليبستيك يا دوبك هاخده معايا في الشنطه ومش فارق معايا، بس اهم حاجه عندي انه ما ينشفش شفايفي وما يبقاش بيلزق ويتشال بالليل وانا داخله انام وبشيل الميك اب، يتشال بسهوله من غير ما يطلع عين. واشتريته منين؟ اشتريته من كولرز بيوتي ستور، ده في منه فروع وفي منه اونلاين، انا اشتريته اونلاين مش فاكره السعر بالظبط كام، بس مش غالي، وكولرز على طول طول السنه عندهم سيلز وتقدروا تستنوا السيل وتجيبوا منهم الاوفرا ليبستيكس، بجد مش هتندموا ولا لحظه لو جربتوا الاوفرا ليبستيك. اخر برودكت في التوب 5 برودكتس بتوعي في 2020 هم يعتبروا 1 برودكت بس هم 5 اكتشلي، هي السات دي بتاعت فانتي بيوتي، بغض النظر انها سات وان هي فيها 5 ليب جلوسز، انا مش هتكلم على السات ان هي فيها 5، انا هتكلم على الفورمولا بتاعت الفانتي جلوس بومز، يعني اعتبروا ان انا جايبه جلوس بوم واحد بس وبتكلم عليه، مش بتكلم على الست ان هي فيها 5 الوان، مش ده اللي انا
بتكلم عليه خالص، انا بتكلم على الفنتي جلوس بوم في حد ذاته كليب جلوس. اولا عشان اللي ما يعرفش، دي ست فيها ميني، خمسة ميني جلوس بومز من بتوع فانتي بيوتي. اكتر شيدز بستخدمها هما ده وده، هما اكتر لونين يعني نيوترال، يعني ما بيأثروش على لون الليبستيك اللي تحتيها. قليل قوي لما بستخدم البينك او الاورنج دول، وكمان ساعات بستخدم ده لو انا عايزة ادي سباركل كده بيضاء في الليبستيك. بس اللي انا جاي اتكلم عليه النهاردة الفانتي جلوس بومز in general، يعني من غير ما حد انهي لون. الفورميلا بتاعتهم مريحة جدا، مش ستيكي يعني ما بتلزقش، يعني مش لما تحطيها كده تلاقي تلزق كده معاكي. surprisingly كليب جلوس بيقعد كتير، يعني ممكن تاكلي، بس طبعا مش الاكل اللي هو البرجر ده اللي هو بيسيح لك الميك اب كله. يعني لو اكلتي عادي عملتي كده عملتي كده بيفضل شوية، طبعا مش ثابت زي اللونج لاستنج ليبستيكس، بس بيثبت شوية، مش بيتمسح من اول حركة على بوقك، مش بيعمل الخطوط. عارفين في بعض الليب جلوس لما تحطوها كده وتيجوا تعملوا يتكون خطوط كده بين الشفتين، شكلها مقرف، ما بتحصلش بجد. من احلى الليب جلوسز اللي جربتها. وهم كمان طلعوا برودكت جديد من الجلوس بومز، بدل ما هو اللي هو ده اللي احنا عارفينه، هيعملوا منه كريم فورميلا ما فيهاش الشيمر اللي في دول، يعني لون صريح من غير شيمر. ليب جلوس بس بيجمنتد اكتر من دول. هحط لكم الصوره بتاعتهم على الشاشه هنا لو لقيت لكم صوره عشان تفهموا قصدي ايه. شالوا الشيمر حطوا لون بنفس الفورميلا ونفس حلاوتها، وطبعا فورميلا مريحه جدا جدا جدا، وبتلمع وتحسسك ان انت عامله فيلر. طبعا مش لدرجه فيلر، مش زي الليب انجكشن بتاع التو فيست والحاجات اللي هي بتحرق الشفايف شويه عشان تكبرها، لا ده من لمعته بيبين ان الشفايف كبيره. السيت دي جبتها من جروب على الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعهم برضو على الديسكريبشن بوكس. هي واحده اسمها ايمان السعيد على حسب ما انا فاكره صح، يا رب اكون قلتها صح. وكنت شاريها ب 1200 جنيه. برضو قعدت افكر ان كاني بشتري خمس حاجات. 1200 جنيه مش رخيصه بس مش غاليه قوي لو انا فكرت ان انا بجيب خمس حاجات بال 1200 جنيه، بالذات ان انا ما بحطش ميك اب كل يوم، فدول هيقعدوا معايا وقت طويل جدا. واي كانت ويت ان انا اجرب الجلوس بوم كريمز اللي انا بقولك عليها، علشان حاسه ان هم كمان هيبقوا احلى من الاوريجينال جلوس بومز. وبكده اكون وريتكم التوب 5 برودكتس في 2020 بالنسبه لي. اكتبوا لي ايه يور توب 5 او حتى توب 1 برودكت اشتريتوه السنه دي، اذا كان ميك اب او سكين كير. قولوا لي برده لو عايزين ورست 5 برودكتس اشتريتهم السنه دي في الكومنت سكشن داون بلو، وانا هعملها لكم على طول. بس وده كان كل فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجي لكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وبس، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج اند ايل سي يو ان ماي نيكست فيديو. باي. احلى خمس حاجات اشتريتهم في 2020. هو انا قلت ايه؟ انا بحط فيديوز ميك اب على اليوتيوب، بعمل فيديوز، انا بحط ميك اب على الفيديوز وبنزلهم، انا بعمل ميك اب على فيديوز وبنزلها، مش عارفه اتكلم ليه.